السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير، ومرحبا بكم فيديو جديده. في الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على كلورور صوديوم وعلى السيروم. كنا كنعرفوا هاد المواد كيكونوا الاكثريه في لي فارماسي واكثريه عند الاطباء، ولكن مؤخرا راج في السوشيال ميديا ودار بوم على انهم كيبيضوا الوجه وكيمنعوا حب الشباب والاثر ديال الحب. وفي هذا الفيديو انا جيت نقول لكم واش بصح هذا الشيء اولا غير هضره في مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا انا هاد الهضره ماشي غادي نجيبها من راسي او قريتها، انا بعيده كل البعد على هاد الدومين، ولكن ما جيت هضرت لكم عليها وغنهضر لكم عليها الا وسولت ديرماتولوجي وبحثت عليها مزيان، حيت هذا الشيء كيخصني حتى انا، وحتى انا بحالي بحالكم شفت هاد الضجه اللي طرات عليها، وحتى انا بغيت نجربها لوجهي، ولكن قبل ما جربتها لوجهي بحثت عليها وقلبت عليها وسولت الديرماتولوج ديالي اللي متبع معاه. داكشي علاش انا جيت نبارطاجي معكم المعلومه اللي توصلت ليها وباش ما ديروا حتى شي غلط في الوجه ديالكم. المهم بلا ما نطول عليكم، اذا كنتم مهتمين بهذا الفيديو تبعوه معايا. Where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all alone. Even though it's. أول حاجة غنبدأ بها هو هذا المحلول الملحي. كما كنعرفوا كاملين ان هذا السيروم كيتوجد في السبيطارات وكيتستعمل للمرضى وداكشي، انا غادي نقول لكم شنو هو هذا المحلول الملحي اولا هذا السيروم. اول حاجه هو رخيص ماشي غالي بزاف، وهذا الشيء راجع للمكونات ديالو البسيطه. هذا السيروم هذا كيتكون غير من الماء والملح، ولكن طبعا ما غاديش نقدروا نصايبوه في الدار، حيت اولا كيكون سواء الملح العادي او الملح ديال البحر، وحنا ما غاديش نقدروا نصايبوه في الدار، حيت بزاف كنت شفت في السوشيال ميديا انكم الا بغيتوا تصايبوه ديروا معلقه ديال الملحه مع كاس ديال الماء، ولكن لا، العبار صعيب صعيب بزاف باش اننا نجيبوه كما كيجيبوه الاطباء والصيدليين. والناس داروا ضجه على هذا المحلول الملحي انه كيصلح بزاف للوجه، حيت بصح الملح ديال البحر او الملح عادي مع الماء عنده معادن مفيده بزاف البشرة ديال الوجه وحتى الجسم. كما قلت لكم ان هذا المحلول هذا عنده بزاف ديال الفوائد الطبيه واللي مشاعه وكاملين كنعرفوها، ولكن حنا في هذا الفيديو كيهمنا غير شنو الفائده ديالها للبشره. شفت مؤخرا بزاف في السوشيال ميديا وصراحه يقسم على انهم كيعطيو وصفات اللي كتبيض زعما الوجه وكترضك الوجه كل بالنار غير بواسطه هذا السيروم وهذا كلورور صوديوم. وحتى انا تيقت طبعا اي وصفه كنشوفها انها مفيده للبشره وانها كتبيض وعندها مميزات كثيره على الوجه، حتى انا كنبغي نجربها وقلت لبابا يجيبهم ليا. ولكن ديما قبل ما نجربوا الحاجه وقبل ما نحطوا شي حاجه على وجهنا، خصوصا الوجه، حيت الوجه عندنا لابو سونسيبل ما كتستحملش لينا اي حاجه، وغلط بسيط يقدر يخرج لينا على الوجه مدى الحياه. داكشي علاش قبل ما تحطوا اي وصفه على وجهكم حتى تقلبوا عليها مزيان. المهم كما قلت لكم ان هاد الوصفه هذه انا قلبت عليها، لقيت بزاف ديال الوصفات في السوشيال ميديا واللي واخدين بزاف ديال الفيوز، وللاسف غادي نقول لكم ان دوك الوصفات كاملين ما كاين منهم حتى شي حاجه. وهذا السيروم وذا كلورور صوديوم بصح عنده منافع كثيره للوجه، ولكن ما كيبيض، ما كيدير حتى شي حاجه، ما كيحيدش ليطاج ديال الحبوب، ما كيدير حتى شي حاجه من داكشي اللي تراج مؤخرا. ولكن هذا السيروم وكلورور صوديوم تقدروا تستخدموه كمنظف للوجه، خصوصا بالنسبه للناس اللي عندهم بشره دهنيه والبشره المختلطه. كيصلح بزاف لهاد جوج انواع ديال البشره. ما كنصحكمش اللي عندهم بشره جافه، حيت ديجا الملح كينشف الوجه وكيحيد كاع دوك الدهون الزائده، ولكن ما تعتمدوش كغسول او كمنظف اساسي، ضروري خاصنا نعاونو به منظفات اخرين، سواء كنخرجهم لكم طبيب سواء شي منظف اخر كيجي مع وجهك. وانا كنصحكم اي منظف للوجه شي حاجه غديروها في وجهكم شريوها من باغا فارماسي، ما تبقاوش تشريو من دوك لي بروجي العشوائيين او لا شي منتوجات اللي غير حيت تراجو في السوشيال ميديا، من الاحسن شريوها من عند باغا فارماسي، هكا غادي تكونوا مطمئنين على وجهكم وما غتخافوش نهائيا يتأذى لكم وجهكم، خاصكم غير تعرفوا تختاروا المنتوج اللي يصلح لكم مع البشره ديالكم. دابا غادي نبداو نهضروا غير على المميزات ديال هذا المحلول الملحي وهذا كلورور صوديوم. بالنسبه للاستعمالات ديالهم للبشره عندهم نفس الفوائد ونفس المميزات، يعني الا هضرت على هذا راه كنهضرت على هذا. بما ان هذا المحلول الملحي وهذا كلورور صوديوم كيحتوي على الملح، وان الملح كيحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، وهاد الثلاثه هادو كيتعتبروا من المعادن المفيده جدا للبشره. كما قلت لكم هذا المحلول الملحي وهذا كلورور صوديوم من الاحسن استخدموه غير للناس اللي عندهم بشره دهنيه والبشره المختلطه، ما كنصحهمش بالناس اللي عندهم البشره الجافه.
المهم كما قلت لكم ان هاد المكونات الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم كيساعدوا انهم يحيدوا لنا البكتيريا من الوجه، واذا تحيدوا البكتيريا من الوجه غادي تحيد حتى حب الشباب. داكشي علاش حنا كنستخدموا منظفات الوجه، كنحاولوا نبدلوا المخده اللي كنعسوا عليها حيت هي اللي كتسبب لنا البكتيريا. التليفون براسو فاش كتحطوا على حنككم هو براسو فيه البكتيريا كيسبب لنا حب الشباب. المهم بزاف ديال البكتيريا كيجمعوهم لينا الوجه في النهار ديالنا، وهذا المحلول الملحي كيساعدنا بزاف اننا نحيدوا دوك لي بكتيري. غتقدروا تستخدموه كتونر كديروه في قطن وتمسحوا وجهكم، اولا تقدروا ديروه غير بحال شي منظف للوجه، تغسلوا وجهكم بالماء وديروه حتى هو وتمسحوا وجهكم. زائد هذا المحلول الملحي وهذا كلورور الصوديوم كيعاوننا حتى مثلا الا نط لكم شي حبه وطرطقتوها وبقات ديك البلاصه عريانه، كتقدروا تمسحوا عليها من الفوق حيت كيساعد ان داك الجلد تلتئم دغيا بلا بكتيري بلا حتى شي حاجه، وكيساعد بزاف على انه كيحيد دوك الزيوت اللي كتبقى تخرج لينا في النهار كامل. انا من نهار حبست الدواء اللي كنت متبعه مع الدرماتولوج، كنتوما عارفين الدوايات ديال لاكني وداكشي كينشفوا الوجه، من نهار حبستو ولات ليا لابو مختلطه ولا كيخرجوا ليا دوك الدهون على الوجه، وهذا انا بالنسبه ليا حل حيت هذا السيروم وهذا الكلورور الصوديوم كيساعدوا على ان يحيدوا دوك الزيوت كامله، وكيحيدوا كميه كبيره من الدهون اللي كتساعدنا كذلك انها كتسد لي بور، حيت كما كنعرفوا كاع اللي عندهم بشره دهنيه ولا مختلطه كيعانيوا من لي بور، كيتفتحوا ليهم المسام، وهذا المحلول الكلورور الصوديوم كيساعدوا على انهم كيسدوا لي بور اللي كيكونوا عندنا هنايا وهنا. وهاد الجوج هادو نقدروا ندخلوهم في روتين العنايه بالبشره، حيت المغنيسيوم اللي فيهم اللي كاين في الملح كيساعد على ان ما يبقاش الالتهابات بزاف في الوجه، ما يبقاوش يخرجوا داك حب الشباب اللي كياكلنا في الوجه اللي كيضرنا ما كنقدروش نقيسو حتى بيدينا. هاد الجوج هادو صراحه عندهم فوائد كثيره للبشره، شحال ما بقيت كنهضر وما غاديش نقولهم كاملين، ولكن انا قلت لكم غير الاهم وقلت لكم الاساسيات اللي الاكثريه ديال البنات اولا الدراري كيعانيوا من نفس المشكل في الوجه، وهاد الجوج لي برودوي يقدروا يساعدوكم. نركز لكم دابا على كلورور الصوديوم ونقول لكم اهم الفوائد اللي تقدروا تستافدوا منه. اول حاجه تقدروا تستافدوا منه كمقشر للوجه، حيث انه كيحتوي على العديد من المعادن المهمه والمفيده للوجه اللي كيخليو انهم يقتحموا لنا المسامات ولي بور اللي عندنا في الوجه، وكتقدر انها تنظفها بعمق، وكتعمل ايضا على انه يخلي الدم ديالنا يتدفق في الوجه كامل، وهذا الشيء كيدي لنا ان البشره كتشرب مزيان داك المرطب وداك التنظيف العميق اللي كيخلي لنا لابو ديالنا رطبه وخاليه من الدهون والبكتيريا. بعيدا على الوجه وداك الشيء التجميلي تقدروا تستعملوه ايضا كمخفف للحريق الالم، الا كنتو كتحسوا بشي حريق فشي بلاصه عندكم فيها شي جرح اولا شي جرح داخلي ولا شي حرق داخلي تقدروا تستعملوه كيخفف حتى هو الالم. تقدروا تستعملوه على انه تشلوا به فمكم، حيت كما قلت لكم قبل انه كيقتل لي بكتيري، وحنا الفم راكم عارفين كيكون مليء بالبكتيريا من داكشي ديال الماكله كيتجمع لينا تما، وهذا هو احسن حل وارخص، حيت هذا المحلول وهذا كلورور الصوديوم رخاص بزاف. طبعا المكونات ديالهم كما كنعرفوا كاين غير الماء والملح، ولكن ماشي كما غادي نصايبوهم في الدار، راه كيكون مكونات دقيقه جدا، العبارات دقيقه جدا باش كيصايبوا لنا هذا المحلول. المهم قلت لكم كيصلح انه يكون تشلوا به فمكم مره في الصباح مره في الليل قبل ما تنعسوا، باش كيقتل لكم داك البكتيريا اللي جمعت لكم في النهار كامل. ومزيان حتى الناس اللي كيعانيوا من مشكل اللثه، كترد لينا اللثه حتى هي صحيه 100%. تقدروا تقلبوا على هذا الشيء، انا هذا الشيء ما جيت قلت لكم الا وقلبت عليه مزيان وسولت حتى شي اطباء كيعرفون بابا والدرماتولوج اللي انا متبعه معاه. ما علينا، نكمل لكم الفوائد ديال هذا الكلورور الصوديوم بالنسبه للفم. كما قلت لكم كيقتل لنا البكتيريا اللي كتكون عندنا في الفم، كيرد لنا اللثه صحيه 100%، وكيحارب لنا الرائحه الكريهه اللي كتكون في الفم، وبالتالي فان هذا المكون هذا كيساعدنا بزاف على اننا نحاربوا اهم واكثر مشاكل اللي كتكون عندنا في الفم، واللي كيخصنا ناخذوا بزاف ديال البرودويات بزاف ديال المنتوجات اللي كطيح لنا بفلوس كثيره. هذا الكلورور الصوديوم كيقدر يساعدنا بثمن اقل وارخص. وبالنسبه للثانسيس ما قلت لكم انه حتى فاش كيكون عندكم الالم في الفم، الا كانت شي ضرسه ضراكم شي الم في اللثه شي مشكل عندكم لداخل كيضركم، الا شللتو به كيعالج وكيخفف عليكم داك الالم، هو زوين بزاف اي الم ماشي غير في الفم. ولكن المهم كنصحكم الا كانت عندكم شي ضرسه كضركم شي ابسينات ليكم، شلوا فمكم بهذه مره في الصباح مره في الليل، وان شاء الله غادي يخفف عليكم.
مهم هادو هما الفوائد اللي قدرت نجمع لكم شوي من هنا شوي من هنا شوي من هنا، واللي صراحة قلبت عليه بزاف قبل ما نجي نعطيكم اي معلومة. وبالنسبة لذاك الشي اللي داير البوز في السوشيال ميديا، دوك الخلطات الطبيعية، دوك هادي وجهك غدير دوك البلار، هادي غادي تحيد لك ليطاج ديال الحبوب، هادي ما نعرف شنو، هادي ما نعرف شنو، هذاك الشيء كله غير زايدين فيه وغير كذوب. انا قلت لكم الفوائد والمميزات ديالو للبشره، طبعا كاينين الفوائد وكاين المميزات راني قلتهم لكم في الفيديو، ولكن ماشي ديال ديك الدرجه ديال واو وجهك ما عرفتش كيفاش غادي يولي مرايا، هذيك الهضره ما كايناش. كاينين بزاف ديال المنتوجات، كاين بزاف ديال العنايه ديال الوجه، كاين بزاف ديال الطرق اللي خاصك تتبعيها باش وجهك يولي صافي 100%. واخا صراحه صعيب بزاف ان وجهك يكون بارفي مثالي، صعيب الا راه ضروري العنايه وبزاف ديال المنتوجات. داكشي اللي كيقول لكم طبيعي، وصفات طبيعيه زوينه كتعاون، ولكن ما كاين حتى شي وصفه طبيعيه اللي غادي تحيد لكم اثار الحبوب او لحب الشباب، هذاك الشيء ما كاينش. كتعاون كاين وصفات طبيعيه كنديرهم انا كيعاونوا على انه كينقيو الوجه بزاف ديال الحوايج، ولكن شي وصفه اللي غادي تحيد لك الحبوب، شي وصفه اللي تحيد لكم ليطاج، هذاك الشيء ما كاينش. ما تبقاوش تثقوا في داك الشيء. كاينين شي وصفات طبيعيه كيخرجوا على الوجه ديال بصح، يعني قبل ما ديروا اي حاجه على وجهكم حاولوا حتى تقلبوا عليها مزيان وتشوفوا المكونات ديالها وشنو فيها عاد الا غادي تحطوا شي حاجه على وجهكم. المهم هنا غادي نكون وصلت للاخر ديال الفيديو، كنتمنى يا ربي تكونوا استفدتوا غير شويه. انا قلبت على هادشي عاد جيت قلت لكم حيت انا هادشي بغيت صراحه نجربو على وجهي، وما جربته وما درته الا وقلبت عليه مزيان وسولت عليه اطباء عاد باش قدرت انني نديرو في وجهي. الا عجبكم الفيديو واستفدتوا ولو غير 1%، ما تنساوش تدعموني بلا لايك وبلا كومونتير، ودخلوا عندي في الانستغرام ديالي ها هو هنا، بزاف ديال البنات كيهضروا معايا وكنجاوبهم، وكنبغي من هنا نقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا بزاف على لي ميساج اللي كتشجعوني بهم. وما تنساوش حتى التيك توك ها هو ديالي هنايا، دخلوا عندي شوفوا لي فيديو اللي كنحط، كاينين بزاف ديال الحوايج ما كنحطهمش في يوتيوب كنحطهم في انستغرام وفي تيك توك، عندي داكشي متنوع. مهم دخلوا عندي وشجعوني، ولا كانوا عندكم شي افكار بغيتوني نديرهم في يوتيوب ما تنساوش تشاركوا معايا هاد الافكار، وان شاء الله غادي ندير كاع داكشي اللي نقد عليه. مهم تهلاو فراسكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.